السلام عليكم، كي دايرين؟ صافا مزيانين. هذا فيديو جديد، وكذلك تتم الكور ديالنا البيو ستاتيستيك د اس في تي اسيس. فالحاله الرابعه اللي هي ليبوتيز، والحاله الاخريه ان شاء الله درسنا فيها ابعد لي كاد، الكاد نورمال وكاد كونتاج، كاد بروبورسيون اي كاد ايشونتيون انديبوندون، اللي ديجا درسنا في لي فيديو اللي دازو. واليوم ان شاء الله اللي عندنا الكا الخامسه واللي اخر كا ان شاء الله في هذا الكور هذا، واللي هي كا دو ايشونتيون لي. بون، بالنسبه لهذا الكا هادي كندرسو فيها واحد الجروب كنديرو فيه مثلا دو ايشونتيون. مثلا باش تعرف راسك بلي هذا التمرين هذا عندو هاد الكا هادي، خلافا عن التمرين ديال الكا دو ايشونتيون انديبوندون كيكون فيه جوج الجروب، وكل جروب كنديرو له الريزلتا ديالو. مي هذا لا، هاد الكا هادي كندرسو فيها واحد الجروب، وكنديرو مثلا اما نديرو على جوج الاناليز، ولا مثلا يكون عنده جوج النتائج. هادو هما الحوايج اللي كيلمحوا لك بلي راك في الكا دو ايشونتيون لي. هنا قلنا عندنا الكا خمسة هي الكا دو ايشونتيون لي. بون، il s'agit de comparer les moyennes de deux échantillons liés. يعني هنا غنكومباري لو مويان دو دو ايشونتيون لي، يعني مشتركين مع بعضهم. On travaille sur la différence، يعني غادي نخدموا هنا على الديفيرونس ما بين هاد الريزيلتا وهاد الريزيلتا. كتكون هنا دو واحد الجروب ماشي دو جروب. هنا لي فالور دو ديفيرونس سون، هادو المعطيات اللي خصك تخرج من تما، كيتعطاو لك شي في التمرين، مي كتخرج انطلاقا من التمرين او انطلاقا من ديك الريزيلتا اللي كتعطاك في التمرين. بون، هنا لي فالور دو لا ديفيرونس سون كيفاش كنخرجوهم. هنا كنخرجو مثلا عندنا واحد الريزيلتا عطينا هنا مثلا 5 7 9 هنا 4 8 10، هذه النتيجة الأولى، هذه الثانية. باش نخرجو الفالور ديفيرونس د هاد ليشونتيو هادو، كنديرو بالنسبة الأولى ناقص الثانية، كنمشيو بالترتيب. مثلا هنا عندنا 5 ناقص 4 هي 1، عندنا 7 ناقص 8 ناقص 1، عندنا 9 ناقص 10 هي ناقص 1. بون، هنا بالنسبه للفالور ديفيرونس يقدروا يجيوك مختلفين، غيجيوك الموجبين والسالبين، ولا غير الموجبين بوحدهم على حساب التمرين. هنا كنحسبوا لا سوم د ديفيرونس اي لا سوم د ديفيرونس او كاري مويان ديفيرونس اي ديستيماسيون ديفيرونس اي ان كتعطى لك التمرين. باغ اكزومبل، في الاكزومبل ديالنا حنا هنا حددنا الفالور د ديفيرونس، اذا يعني القيم ديال التمرين ما غنعتمدوش عليهم كثر، غادي نخدمو غير على هادي. علاش؟ حيت مثلا هنا عندنا لا سوم د دي، لا سوم د ديفيرونس، كنجيو هنا كنجمعو هادو لي فالور د ديفيرونس. عندنا هنا لا سوم د دي او كاري، لا سوم د ديفيرونس او كاري، كنجمعو كل وحده هنا كنديرو لا او كاري وكنجمعوها. هنا عندنا الموين ديفيرونس عندو العلاقة ديالو نفس أخرى، كنديرو موين د ديفيرونس كيساوي لنا لا سوم د ديفيرونس على إن. وبالنسبة لإستيماسيون ديفيرونس حتى هي عاوتاني العلاقة ديالها نفسها، كتشونجا غي دي، إستيماسيون د ديفيرونس كتساوي لنا لا سوم د دي أو كاري ناقص لا سوم د دي الكل او كاري على ان سيغ ان ناقص واحد. و بالنسبة ان كتعطى في التمرين. دابا حنا حددنا الكا ديالنا وحددنا لي فالور ديفيرونس وجمعنا المعطيات ديالنا، كيبقى لنا غير لي زيتاب كيفاش غنخرجو التمرين وغادي نشوفوهم دابا. وبالنسبه للمراحل ديال هادي باش نخرجوها، عندنا اربعه المراحل. من بعد ان كنكونوا حددنا لي فالور دو ديفيرونس والمعطيات اللي غادي نحتاجوهم باش نخرجوا لي غولاسيون ديالنا، اول مرحله كتجي لي هي اي كا كنديروها اون ديفيني ليبوتيز، واي كا عندها ليبوتيز ديالها كيفاش كديفينا. هنا اون ديفيني ليبوتيز، عندنا ليبوتيز هي موين دو ديفيرونس ديالنا يكون كيساوي زيرو كونتر الموين ديفيرونس يكون كيخالف زيرو.
هنا ليبوتيز ديالنا الفرضيه الاولى يكون موين يكون كيساوي 0 او لا يكون كيخالف الزيرو. بون كتجي المرحله الثانيه اللي هي اون كالكول تي اوبسيرفي، غادي نحسبوا تي اوبسيرفي. هنا تي اوبسيرفي كتساوي لنا الموين ديفيرونس اللي ديجا حسبناه على الغاسين ليستيماسيون ديفيرونس او كاري على ان. هذه الموين ديفيرونس حسبناها ليستيماسيون حسبناها ان، كيبقى لك غير التعويض العددي. بون بالنسبه للمرحله الثالثه اون فيكس الفا، قلنا على حساب واش غيعطيك القيمه ديالها ولا غنستعملها بثلاثه، هي اون نوتيان تي ليميت بور ان ناقص واحد دي دو ال، واللي غادي نشوفوا كيفاش كتخرج ان شاء الله في كل لوا في كل مرحله. بون كنلقى المرحله الرابعه واللي هي اخر مرحله سي تي اوبسيرفي صغيره من تي ليميت اون ناكسيبت ليبوتيز اتش زيرو. هنا ملي غادي تجينا تي اوبسيرفي صغيره من تي ليميت واللي كنعكد عليها هو ديروا القيمه المطلقه باش الا جاتكم الناقص كتلغى، ونكسبتي ليبوتيز ار زيرو يعني هادي كتساوي لنا زيرو، موين ديفيرونس كيتساوي لنا زيرو. بون اخوان هادي هما المراحل، هاد الكا هادي واللي كانت اخر كا في ليبوتيز و اخر كا في هاد الكور هذا، و كنكونو لهاد اللحظة اننا وصلنا لنهاية الكور ديالنا، و كنتمنى يكون هادشي مفهوم و انني فيتكم شي حاجة، و الا كانت شي حاجة ما مفهوماشي ولا ما وضحاشي مزيان امكانكم تنزلوها في لي كومونتير، و الله يعاونكم و الله يوفق الجميع، و ما نساوش ديرو جيم و ابوني القناة و الله يعاونكم.